صباح الخير يا صفعيم. صباح الفل يا تتح. صباحك جاري باذن الله. الله يخليك. ودي كرتونتك يا تتح. كل جرنان في العنوان. تمام تمام. تروح توزعهم في منطقه ايه؟ المهندسين. المهندسين ايوه. عارفها ولا لا؟ عارفها. انت هتعرفني على زبوني؟ مهندسين مهندس مهندس عارفها. تمام يا تتح وانا واثق فيك. فكر على الثقه العظيمه دي. ده المفتاح. مفتاح ايه المهندسين؟ ده مفتاح المكنة يا حمار. تستاهلها والله يا تتح. ربنا يفطرها معاك. طب فين بقى كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ حاضر يا تتح. اظروفني بقى. ادي كتاب الطبيخ اهو. حاسب لي الدلدع منك. يلا تتح. يا ابو غلاسة امك. نواب طيب قوي وعلى نياتي بيع جرايد وكل يوم باتي في ناس بتاكل كوكو وناس يا عيني بتكاكي صفعيم. واللي يشوف وشك يشوف خير. طب ليه وانا داخل عليك بوث رجلي يا بني ادم؟ 900 تليفون جايين لي من الصبح، كل الزبائن بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحتلهاش كهرباء. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهرة، صالة واحد. لا عمنا انا اللي علبته. اثبت منه يا اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريت؟ يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما وراكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت تخرس خالص وما تفتحش بقك. فتحت بقي ليه ولا حاكي مصر زيت؟ اخرس. ما تهرباش يا تحصل على رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استمر يا ريت وورنا سيرته ازاي يا ريت؟ اهرته. انت بتبدلك على رد وانا رد. ده دم. لا مش دم، ده كابوس. كابوس يا مسكر. انا هو كل يوم يا ست مسكر. عامل لك ايه انت اللي ظابط نفسك على الجردل؟ وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ انت ايه؟ طب خرج لين جوزك النهارده؟
ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا وارواح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخلص يا جليل الرمائي. انت بتضربني؟ اري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ ضربت خلاص. انت ضربت في الحاره والخزانه يا خالد. ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانه المنطقه دي ضرب هذه باختي؟ هو المعلم حصل. وفيها الله. ايه الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ فيها ايه اخوك الكبير وضربك؟ وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنتضرب. يبقى نتضرب من غير غاغه بقى. ها هو اللي بنتضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلتلي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما قوم تطلع فوق تحت. بقولها لك بقولها لك من غير خيسة. اسفين قوي يا معلم حصوه واعلى ما في خيلك اركبه. انت وسخه ومدير غير بالدراع وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. يا حبيبي وحشتيني. ايه يا فول لما خلاص بقى ولا طالع ولا نازل وقفان. انت زي لقمه في الحوض. تعالى جوه. بس انت عبيط يا بس اهدي بقى اهدي شويه بقى اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك. تعالى جوه يا بت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. اه ده مش حب ده. هقول لك. تعالى ايه يا بت اهدي اهدي. الله الله الله. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي والله. وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنت بقك مستفز. انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي يا يا واد انت ما فيش مساله. ايه دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظالم لي يا تتا وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجزني يا تتا؟ ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك. طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبضها الاول كمان. غوري يلا يلا غوري. بس حلو كده زر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. وانا عايزه استقر معاكي. يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت. غوري بقى يا بنت. كده بالصالون يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. ايه بقى؟ بس مش عني تخطي. طب وحياة امي لو اوريك يا تتا. اوه حصل ايه يا بنت؟ ضربني ياما ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسه. يعني اطمن ياما. اجري يا بنت شوفي لنا محطه رقص كده نهيص شويه. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر. ان شاء الله. نار يا مستر. خلاص بقينا بنبض على راس. ازيك يا تتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. واللي مقطع هدومك بالشكل ده يا بس كنت بتفرج على فيلم كارنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه. مستنيه انت صح اهو. كيفيه الحس وفي الفنجان. غاوي حس وانت ستر. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اه ياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي. ما خلاص بقى هادي.
هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقت بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه، مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه هز؟ اما اكلمك بص لي هنا، بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ حنجرتك بقت عريضه خلاص بلغت؟ كان لازم مطاطي، كان لازم مطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوه يا حسوه ده ولا حاجه يا انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع وانت برضه جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجه، ألذ حاجه ان انت تكون نايم واكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز ايه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنه اللي هنعيدهم في الدنيا، اوعى تكون حاطط فكر في دماغك ان انت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصه دماء. يا هادي احنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره وخف. والله يا خالي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك ار. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ، تعالى تعالى خلاص كده، ده احنا خلاص من الاخر خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجين بردك، تعالى حاضر. ايوه حاضر، ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدى 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو، حاضر حاضر خلاص خلاص. انا جاي في الحته دي خلاص، انا جاي في اهو خلاص خلاص. اتفضل يا ست السمانه. خش يا بنتي يا فوله ومعاك النقاش. ادخل يا استا فرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يلا، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعر. ايه بوبوق مزعر دي؟ بوبوق مزعر. بس بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميكا مسلح، اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد رز اكس. اسمع بس بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده بيتكلم كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه هتفتح، خد التقيله. ايه هتسخ في وسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحم ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحم ضاني ضاني؟ اه. خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات لحم ضاني 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 تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني يعني عارف طعم الضاني. كمان هنا تتح. تتح. ايوه. اهو. خد الفضل. واحدة ليا. اه. وواحدة ليك. بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعة كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحتة كلها بتتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل وازبل واحد في المنطقة. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ اه لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص، انا ممكن ارحل بس يعني. طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا ولية؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخريتها زيده. ممكن تديك بالجزمه. هز المفتاح، هز.
هذه مفتاح.